مهند، مرحبا امجد ومنا ودعاء ونوار وما بعرف مين في الاستوديو، لانه انا بتاني ميلي من الكره الارضيه، انا بسلوفاكيا وتحديدا ببريتسلافا بالعاصمه. اذا انت تعبان وزهقان من اوروبا، او اذا ضجيج اوروبا كان زعجك كتير، تيجي على اروع عاصمه موجوده باوروبا. كانت قبل تشيكوسلوفاكيا، سلوفاكيا لحال وتشيك لوحده، حنرجع تروح تشيك بعدين، بس هلا نحن بسلوفاكيا بالعاصمه. البلد رايق، البلد ما فيه هالعجقة اللي هي موجودة بأوروبا. نسمع الموسيقى بالباك جراوند، بنشوف الناس اللي جاية بس هون تشم هوا وترتاح. هنعمل تور صغير بالأولد سيتي ونشوف بعض المحلات اللي خارج الواحد يجي يقعد فيها وقت حلو. اللغة السلوفاكية اللي كانت بوقت من الأيام ضايعة وما عندها ايدنتيتي، عم نحكي بالقرن السبعتاعش تقريبا، اجا شخص اسمه أنطوان برنولاك، اسمه صعب شوي، من 1762 لل 1813، عاش تقريبا 50 بالخمسينات. هذا الشخص تم تخليده بالتمثال اللي عم نشوفه ورا. هو كان من أول واحد ألف كتب بيور سلوفاكية. اشتغل على انه يعمل للغة يكون في ناس تقعد تقرأ كتب لهذا الموضوع بحسب موقع سلوفاكيا، اللي هو كان مش كتير الناس مهتمة بالموضوع بوقت اللي كنا عم نحكي بحضارة فرنسية وانجليزية وكتب كتاب كتير عظماء. جرب انه يحافظ على اللغة بانه عمل اول كتاب فينا نقول انباع لناس وكانت عم تقرأ. عم نشوف انه تم تخليده بهذا التمثال بنص ساحة بريتسلافا. الناس اللي هن كانوا متفانيين بشغلهم واللي هن خسروا ارواحهم بشغلهم، العمل هذا التمثال اللي هو اسمه مان ات وورك. ناس كثير فقدت حياتها وناس كثير قضت عمرها كله بشغلها، وكانوا سبب من اسباب انه هن انقذوا كثير ارواح. فنعمل هذا التمثال وهو مركز ببريتسلافا لكثير من السواح اللي بتيجي بس تاخذ معه صوره. اللي بيميز بريتسلافا عن غير مدن بأوروبا كمية الناس اللي عندها تالنت للموسيقى. بتلاقي حدا احنا بنقول عنهم شحاديد، بس هن مش شحاديد ابدا، هن عندهم كتير من المواهب اللي هن بلا ما يقدر يكون بلا يكون عنده المقدرة انه يروح يعمل كاسيت لإله او سي دي او شو ما كان يكون، بيروح بيكون عنده آلة الموسيقية وبينزل على السوق، بينزل على الأولد سيتي، بيحط الآلة وبيقعد بدق موسيقى. في منهم بيكونوا مصابين بالحرب فاقدين اجر او شيء ايد، في منهم بيكونوا شباب عاديين، في منهم رسامين. لقيت بعض الاشخاص اللي احنا لقيتهم فيهم الموهبة اللي هني بياخدوا منك مصاري بطريقة حلوة، مبلغ يكون كتير بسيط، وبنفس الوقت بتتسلى وبتحضر لايف شو تقريبا ببلاش. إذا أنت كنت شخص بتحب طبيعة، بتحب الرواء، بتحب أنك أكل طيب كمان، فيك تيجي على ساحة هافينزو ديسلاف، إن شاء الله أكون قلت اسمه صح، ما بعتقد، بس أنه هاي دي هي.
وهذا التمثال تبعها وراي. تيجي تنبسط هون بالأكل، بالطبيعة، بالهواء النظيف اللي هو رائع. لهون بكون خلصت أنا المشوار تبعي ببريتسلافا. يا جماعة باستوديو ديستنيشن كتير حلو، مش معروف كتير بأوروبا، بس I recommend كتير إنه نيجي على السيتي الصغير، وبرجع لعندكم على استوديو.